السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم كتاب المتعلم والمتعلمة ميز أبخونتيساج أون فرونسي 6 أني دو لونسينيمون بريمير نوفيل إيديسيون سبتمبر 2021. يعني غادي نبداو الدراسة ديال التقويم التشخيصي اللي كيخص كتاب المتعلم الجديد، الطبعة الجديدة ديال 2021 ميز أبخونتيساج أون فرونسي اللي كيقراو التلاميذ في السادس ابتدائي. إن شاء الله هذا الفيديو غادي يكون انطلاقه ديال مجموعه من الفيديوهات اللي غادي يخصوا هذا الكتاب المدرسي، الدروس اللي فيه، لي بويم اللي فيه، لي كومينيكاسيون. غادي ندرسوا ان شاء الله معا كل شيء، غير بارطاجيو القناه وزيدوا دعموا تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. اذا نبداو على بركه الله. اليوم غادي نديروا لي زكتيفيتي ديال الصفحه 5 واللي كيخصوا لا كومبريونسيون او بيان لا ليكتور كومبريونسيون ايفالياسيون دياغنوستيك تقويم تشخيصي. اذا كما كتعرفوا بانه دائما في البدايه ديال العام كنديروا التقويم التشخيصي ليفالياسيون دياغنوستيك باش نعرفوا يعني المستوى ديال التلاميذ والاستاذ كيعرف كيفاش غادي يخدم مع التلاميذ ديالو. مزيان، اذا هنا عندي في هاد ليفالياسيون دياغنوستيك ديال لا ليكتور عندي واحد لو تيكست هنايا، وعندي واحد 9 كاستيون، 9 ديال الاسئله هنايا كيخصوا هاد لو تيكست. صافي، حنا غادي نقراو هاد لو تيكست وغادي نشرحوه اون فرونسي اون عرب ايوا، ومن بعد غادي نديروا هاد لي زيكزارسيس او بيان لي كاستيون لي كاينين avec le texte. C'est bien. Donc je vais vous lire le texte, suivez avec moi s'il vous plaît, mais avant de lire le texte, nous voyons l'image. Regardez l'image. Donc dans cette image, il y en a premièrement le drapeau marocain, l'alam al maghrebi, d'accord, l'alam dial maghreb. كذلك عندنا ثلاثه ديال الميداليات. Donc trois médailles. عندنا ميداليه ذهبيه d'or, عندنا ميداليه فضيه, عندنا ميداليه bronzée, d'accord. Donc il y en a trois médailles ici. Donc maintenant, je vais vous lire le texte, suivez avec moi. Les Jeux olympiques, الالعاب الاولمبيه. Les Jeux olympiques, JO, هذا هو l'abréviation ديالها. Aussi appelé Jeux olympiques modernes, كيتسموا عاوتاني كيتسموا الالعاب الاولمبيه العصريه modernes. Puisqu'il prolonge la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique. علاش؟ حيت كيمهدوا الثقافه ديال الالعاب الاولمبيه الاغريقيه او اليونانيه القديمه. صافي، انتيك ملي نشوفو انتيك يعني انسيان القديم. سون دي زيفينمون سبورتيف انترناسيونال. دونك هنايا ملي شفتو هنايا عندي هاد واحد هنايا راه الترجمه ديالو راه كاينه لتحت هنا من تحت لو تاكس. صافي، سون دي زيفينمون سبورتيف انترناسيونال يعني هما بعض الاحداث يعني الرياضيه العالميه. روغروبون لي سبور دي تي او ديفير، كيجمعوا الرياضات ديال الشتاء والصيف يعني الرياضات الصيفيه والشتويه. اوكيل دي ميلي داتليت دو موند بارتيسيب ا ترافير ديفيرونت كومبيتيسيون تو لي 4 اون بور شاك اولمبياد مودير. مزيان، دونك هنا كيقول لك روغروبون كيجمعوا بزاف ديال هنايا روغروبون يعني سبور. اوكيل دي ميلي داتليت دو موند يعني كاين الالاف ديال لي زاتليت يعني المحترفين ولا ديال العدائين في العالم كيشاركوا بارتيسيب ا ترافير ديفيرونت كومبيتيسيون يعني كيشاركوا في بزاف ديال المسابقات. صافي، لي 4 ans tous les 4 ans يعني كل 4 سنين. Originellement tenu dans le centre religieux d'Olympie. دونك اوريجينيلمون الاصل ديال هاد الاولمبياد كاين في المركز يعني الديني دولامبي. صافي، دون لا غريك يعني فين؟ في اليونان. دون لا غريك اونتيك يعني في اليونان القديمه ديال السيكل يعني الثامن. صافي، هنايا ملي كتكون هذه هكا هذوما الكتابات الرومانية أو الأرقام الرومانية، هذه يعني 5 زائد 3 يعني 8. صافي، افون جيسوس كريست او يعني 5 سيكل ابخي جيسوس كريست. لي جو سون رونوفي. رونوفي شنو المعنى ديال رونوفي؟ يعني مودرنيزي او بيان رونوفلي يعني تجددوا. صافي، هاد الالعاب تجددوا باغ لو بارون فرونسي. شكون اللي جددهم؟ هاد لو بارون فرونسي بيير دو كوبرتان اون 1894 lorsqu'il fonde la comité international olympique. Donc هذا الاولمبياد يعني تجددوا بالفضل ديال هاد بيير دو كوبرتان في 1894. Les premiers jeux olympiques modernes se déroulent en 1896. Donc الاول اولمبياد داروا في 1896 في اثينا اثينا. صافي، اي لانستوراسيون. شنو هي لانستوراسيون؟ يعني لا ميز اون بلاس. L'instauration et la mise en place des Jeux olympiques d'hiver
يعني ديال الشتاء دات في 1924 دونك 1924 à Chamonix. Ils ont lieu tous les 4 ans, يعني كل 4 سنين. Depuis 1994, jeux d'été et d'hiver sont décalés de 2 ans. يعني الألعاب ديال الشتاء والألعاب ديال الصيف يعني كيكونوا مفروقين بعامين. Annulé en 1916, 1940, 1944 pour cause de guerre mondiale. يعني تأنولات يعني تلغات هاد الألعاب الأولمبية تلغات في 1916 وفي 1940 وفي 1944 بسبب ماذا؟ بسبب la guerre mondiale يعني الحرب العالمية. C'est bien donc les jeux ont vu leur édition de 2020 reportée d'un an en raison de la pandémie COVID-19. دونك هنا كيقول لك الألعاب ديال عام 2020 تأجلوا بسبب la pandémie اللي هي الجائحة ديال كوفيد 19 صافي ديال كورونا. Les Jeux Olympiques sont devenus si importants que presque chaque nation est représentée. دونك هنا هاد الأولمبياد ولاو مهمين بزاف حيت كل بلد كيغوبريزونتي les athlètes ديالو. Une telle ampleur a causé de nombreux défis comme le boycott, le dopage, la corruption et le terrorisme. Les jeux sont aussi une excellente occasion, يعني هما هاد الألعاب هي واحد المناسبة زوينة بالنسبة لي بيي بالنسبة دول d'accueillir, d'assurer sa promotion sur la scène mondiale. صافي باش تبان على مستوى العالمي صافي يعني كتستقبل داك الاولمبياد باش تبان على مستوى العالمي. لو سبورتيف لو بلو ميدايي يعني العداء ولا الرياضي الاكثر حيزا على الميداليات دي جوز اولمبيك ايتي كوم ايفر اي لو ناجور امريكان ميكيل او بيان ميكايل فيليبس. دونك عداء أولا النجم أولا الرياضي الأكثر حوزا على الميداليات اللي شد بزاف ديال الميداليات هو الميريكاني يعني لو ناجور يعني السباح الأمريكي ميشيل فيليبس. هذا مسمي ميشيل فيليبس هو ميريكاني يعني كينافس في السباحة صافي كي غانيي اونتر لي رباح من 2004 ل 2016 28 ميداي دون 23 اونور رباح 28 ميداليه 23 منها ميداليه ذهبي. دي زاتليت ماروكان دابا ندوزو العدائين او لا الرياضيين المغاربه. عندنا سعيد عويطة ني لو 2 نوفمبر 1959 عندنا سعيد عويطة اللي تزاد في جوج نوفمبر 1959 في قنيطرة. هشام القروج ني لو 14 سبتمبر 1974 ا بركان. هشام القروج اللي تزاد نهار 14 سبتمبر 1974 في بركان. نوال المتوكل ني لو 15 افريل 1962 ا كازابلانكا. عندنا نوال المتوكل اللي تزادت نهار 15 افريل 1962 في الدار البيضاء. سون اوسي دي ميدايي دي جوز اولمبيك يعني حتى هما فازوا بميداليات في الالعاب الاولمبيه وهادشي كلنا كنعقلوا عليه صافي. بالنسبه لا سورس ديال هاد لو تيكست يعني المصدر منين جبنا هاد لو تيكست ها التيكست ادوبتي هو هذا دونك هنايا ماجي من ويكيبيديا لي جوز اولمبيك صافي. هنايا هما ديك الكلمات اللي كنا كنلقاهم بالاحمر يعني الشرح ديالهم صافي. maintenant on passe pour faire des questions donc les questions de compréhension suivez avec moi. هنا غادي نحاول نجاوب هنا في ورقه بيضاء نحاول نجاوب. donc maintenant la première question à ton avis de quoi ce texte va-t-il parler. علاش غادي يهضر هذا لو تيكست donc on va commencer par lecture on va commencer donc compréhension. Compréhension. Andero. La première question. Voilà. Donc, de quoi va parler donc le texte. Le texte. Raïdar. Baina l'Alab l'Olympia. Le texte parle sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. C'est vrai, les Jeux Olympiques. Deuxième question. Je vous pose deuxième question. Quel est le genre de ce texte? Je n'ai rien à dire de ce texte. Donc, je n'ai rien à dire de ce texte. Je vous pose une question. Je vous pose une صافي يعني كنعرفوا الاخبار ديال شنو هو الجوز اولمبيك شنو هما العدائين اولا الرياضيين اللي خداو بزاف ديال الميداليات فوقاش بدات هاد الالعاب الاولمبيه شكون اللي طورها دونك سا سي ان تيكست
Donc c'est un texte qui nous donne des informations, qui atteint bzaf ديال المعلومات. Donc هنايا هو واحد لو تكست اللي هو انفورماتيف، صافي انفورماتيف. علاش سميناه انفورماتيف؟ باسكو il nous donne des informations. كيعطينا معلومات. Nous donne des informations. C'est bien. Question 3. Maintenant. Que prolongent les Jeux Olympiques modernes? شنو كتمثل؟ Donc, ils prolongent la tradition. يعني الثقافة. ها هي كاينة هنايا. هنايا. Prolonge la tradition des Jeux Olympiques de la Grèce antique. D'accord? Donc, هنايا. Donc, شنو نديرو؟ Donc, prolonge les Jeux Olympiques modernes. Les Jeux Olympiques moderne hein? prolonge la tradition prolonge la tradition des Jeux olympiques olympiques de la Grèce antique vous savez La grecque antique, Al-Qadim. Question maintenant 5. Quel est le sportif le plus médaillé des Jeux Olympiques? Je connais le riadi Akhtar Hosen al-Médaliste. Là, on a encore question 4. Où se déroulent les premiers Jeux Olympiques modernes et quand? Fain, Daro, Awal, Al-Ab, Olympique. Au Foukash. Donc, on a Fain, Daro, Hama. Donc les premiers les premiers Jeux Olympiques les premiers Olympiques premiers Jeux Olympiques se déroulent en 1896 oui Athéna à Athènes, yeah. où et l'instauration des Jeux Olympiques d'hiver date. Écoutez l'instauration. Et l'instauration. Des Jeux Olympiques d'hiver. 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 Sans. Décalé. Restauration des Jeux Olympiques d'hiver. Date. Non. Date. Pourquoi? Alef. A. Chamoni. Ça fait. Donc là, quand je vous ai dit le kitab, dites-le dans les commentaires. Le mot à vous dire. Ça fait. Question. Question 5. شنو هو يعني لو سبورتيف الرياضي اللي اكثر شد بزاف ديال الميداليات دونك هنايا هو درنا لو سبورتيف لو بلو ميدايي دي جوز اولمبيك ايتي كوم ايفر لو ناجور امريكان مي كيف دونك لو سبورتيف لو بلو ميدايي ميدايي اي لو ناجور ناجور امريكان Américain, mais Phelps. Michael Phelps. Mais il y a une question 6 maintenant. Ça nous fait. Je vais vous dire. Quels sont les athlètes marocains cités dans le texte? Je vais vous dire. Il y a le Riyadin et le Maghariba, le Moujoudin dans le texte. Il y a un Saïd Aouita, ou il y a Hicham El Gourouj, ou il y a Noël Moutawakil. Donc, les athlètes marocains, les athlètes. Les athlètes marocains les athlètes marocains sont donc il y en a Saïd Aouita il y en a Nawal El Moutawakil وكيل إليونا أوسي هشام
هشام القروج، هشام القروج، روج، هشام القروج، صافي؟ هاك معايا هما لي زاتليت ماروكان سون سعيد ويطان والمتوكل وهشام القروج. كيسيون سات، بوركوا لي جوز اولمبيك اون ايتي انولي لي 3 روبريز؟ علاش هاد الالعاب الاولمبيه تلغاو في 3 ديال المناسبات؟ ها تلغاو في 1916، في 1940، 1944 بسبب لا كوز ديال لا غير مونديال، صافي، ديال الحرب العالميه. دونك اكوز نديرو حنا ديريكت اكوز دو لا غير بيان دو غير غير مونديال مونديال لا غير مونديال سي بيان. كيسيون 8، اون اديسيون دي جوز اولمبيك، يعني واحد النسخه ديال الالعاب الاولمبيه تاجلت، سيل دو كيل اني اي بوركو؟ هذه اللي تاجلت هي هذا العام يعني 2020، اديسيون 2020، اديسيون 2020 ا كوز دو لا بان de la pandémie, de la pandémie, de la pandémie Covid-19. Covid-19, c'est bien. Maintenant, on passe pour la dernière question, qui est question 9. Qui a rénové les Jeux Olympiques en quelle année? Je crois que les Jeux Olympiques au Fouquet. Qui n'a pas rien. Donc, les Jeux Olympiques sont rénovés. Donc, les Jeux Olympiques sont rénovés par je collige dedans par le baron français le baron français qui s'appelle Pierre de Coubertin. سنة 1894، داكوغ؟ وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لي فارياسيون دياغنوستيك، تقويم تشخيصي ديال لا ليكتور كومبريونسون لي جوز اولمبيك، لا باج 5 دو ليفري دابرونون اي ابرونونت، ميز ابرونتيساج اون فرونسي 6ام اني دو لونسينيومون بريمير. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.